السلام عليكم، معكم ادم بولما مانجر ديال قراتي.com. اليوم بغيت ندير هاد لا فيديو باش نهضر لكم على فيرسون جديده ديال قراتي.com اللي لونسينا هادي 15 اليوم. هاد لا فيرسون ديال قراتي.com جديده كتبدل المظهر ديال قراتي.com كاملو، ولكن اللي مهم فيها اكثر هو ان لا بلاصون تكنيك ديال قراتي.com كلها تبدلات. هاد لا بلاصون تكنيك كتجيب بزاف لي زافونتاج دي فونكسيونيتي جداد غنقدروا نهضروا عليهم في دي فيديو اخرين، ولكن اللي بغيت ناكد عليه اليوم وبغيت نهضر عليه بالضبط هو ان هاد لابلاسون تكنيك جديده كتمكننا اننا نعطيو لاكسي لي زيكول جامعات الكليات باش انها تنشر المعلومات اللي متعلقه بها وبالشعب ديالها مباشره في قراتي.com. وهاد العام قراتي.com غتولي تنشر دي فيديو ديال دي زانترفيو مع مسؤولين في مجال التعليم العالي، مع موجهين ومع طلبه ومهنيين اللي يقدروا يفيدوكم بنصائح وبالتجارب ديالهم. لذلك من هاد لا فيديو هادي جو في ابيل لكاع الناس اللي خدامين في مجال التوجيه ومجال التعليم العالي، وكذلك الطلبه اللي كيهتموا بقراتي.com انهم يتصلوا بنا مباشره. وكذلك كنطلب منكم نتوما الزوار ديال قراتي.com انكم تصيفطونا المقترحات ديالكم والملاحظات ديالكم باش نطوروا لو سيت. هاد العام غادي يكون العام الخامس ديال قراتي.com بعد ما تلونصا في 2008. لذلك كنتمنى انكم تبقاو وفياء للموقع وانكم تتبعوا معنا لي شونجمون اللي غادي يجيو في لاباج فيسبوك. وشكرا.